مجال واسع من الأبحاث والمشاريع تشهد عليها كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية. كثير من الطلاب بيقدموا أبحاث ومشاريع كانوا ضمن استديو صباحنا غير ضيوف. صحيح. حكينا عن هي المشاريع وأهميتها، قديش ممكن تكون لحلول لكثير من المشاكل اليوم اللي عم نعيشها ضمن واقعنا خلال سنوات الحرب العشرة، وكثير طلاب فعليا بنعتز وبنفتخر بأبحاثهم ومشاريعهم الكبيرة. صحيح نور، وتعتبر طبعا كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بأقسامها المختلفة ومجالاتها العلمية من المؤسسات التعليمية جدا هامة اللي لها بصمة واضحة في رفد القطاع الصناعي بكوادر علمية متخصصة من أصحاب الأبحاث العلمية التي تساهم في عملية التطوير وبمجالات مختلفة. لنعرف ونتعرف بشكل أوسع على أبرز الأقسام والمجالات بسرنا طبعا اليوم يكون معنا الدكتور مصطفى حزوري، نائب عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا، صباحك وأهلا وسهلا فيك. وفعليا استديو صباحنا غير شاهد على كثير من الطلاب المجتهدين اللي كانوا خريجين كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية. خلينا نحكي عن هي الكلية اختصاصاتها، يعني لما نقول كلية هندسة ميكانيكية وكهربائية تضمن يعني مجال واسع من الاختصاصات. خلينا نحكي أهم هي الاختصاصات أو كلها. تمام، الحقيقة الكلية تضم في مكوناتها 9 أقسام، من أقسام علمية وقسم علوم أساسية بخدم جميع الأقسام الباقية. الاختصاصات العلمية أو الأقسام العلمية هني قسم الميكانيك العام، قسم التصميم والإنتاج، قسم الآليات، في عنا قسم العلوم الأساسية اللي بخدم الجميع، قسم الطاقة الكهربائية، قسم الاتصالات وقسم الحواسيب، قسم الغزل والنسيج وقسم الهندسة الطبية. التنوع هذا من الاختصاصات بين الكهرباء والميكانيك بيعطي للكلية صفة يعني هندسية تكنولوجية، ممكن أن تقدم خدمات في مجال الطاقة وفي مجال الصناعة أيضا. وبتعرفي حاليا يعني الطاقة والصناعة هني عصب التكنولوجيا، عصب طبعا التقدم الصناعي بأي بلد من البلدان. حاليا نحن يعني بكل الأقسام، بالأقسام الثمانية أو الأقسام التسعة اللي عندنا، عدينا خطة درسية لكل الأقسام، بما بحيث أنه الخريج من الكلية، مهندس الخريج يمكن أن ينخرط في سوق العمل مباشرة، سواء في قطاع الكهرباء أو في قطاع الميكانيك. إضافة للأقسام هاي في عندنا المخابر تابعة للأقسام، حوالي 90 مخبر، 88 إلى 90 مخبر بيخدموا الخطة الدرسية، بيخدموا المحاضرات النظرية، بيدخل الطالب عبر برنامج محدد، بيتخرج بالنهاية عنده فكرة عن الموضوع الأكاديمي النظري وأيضا عن التطبيق العملي للمواد اللي مر فيها. نحن بصراحة يعني بعد ما يتخرج الطالب في عنده مشروع تخرج بالسنة الخامسة، أولينا اهتمام لمشاريع السنة الخامسة. صرنا هلا تعملوا لهم معارض الموسم السادس. نعم، نحن يعني دائما كل سنة بيكون عندنا طلاب متفوقين من المعارض، عملنا لهم يعني مثل فعالية معارض. هلا السنة هاي الموسم السادس للمعرض، الطالب بالسنة الخامسة بإمكانه يعرض إنتاجه العلمي، إنتاجه الأكاديمي التطبيقي الهندسة بهالمعارض هاي. المعرض الماضي كان في عندنا بحدود 170 مشروع تخرج من أقسام الكلية وأقسام الكليات الثانية من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة. ويمكن هذا اللي بدنا نتوقف عنده. نحن اليوم شفنا كثير أبحاث ومشاريع لطلاب كانت يعني تطوير لآليات موجودة على أرض الواقع، إن كان مشاريع ضمن معامل وضمن أفكار جدا مهمة، وخصوصا عم تحاكي بعض المشاكل الموجودة حاليا بواقعنا اليوم. قدي فينا نقول كل طلاب الهندسة الميكانيكية والكهربائية هن معدين جاهزين للانخراط في سوق العمل إذا فينا نقول؟ هلا حسب الخطة الدرسية الموجودة والمخابر الموجودة، يعني في أقسام غير أقسام ولا كله نفس الشيء؟ كل الأقسام فينا نعد الطالب لحدود 60-70%، ما بدي اللي كنه بيطلع كامل معنا 100%. لما بده ينخرط بسوق العمل بيكون المسألة اللي بده يشتغل فيها أو المكان اللي بده يشتغل فيه مسألة مخصصة خصوصية، إلى خصوصيتها يعني.
فهو لازم يرجع للأمور الأكاديمية اللي أخذها عنا بالكلية، لازم يتقدم له تدريب لا يقل عن شهر شهرين لبين ما يتأقلم مع المسألة أو المكان اللي بده يشتغل فيه، بعدين نحن بنعتبره جاهز. يعني نحن في عنا بنقول 60-70% خريجنا جاهز، والدليل انه لما عم يطلعوا على الدول لبرا، يعني عم يطلعوا برا سوريا، يعني الخريج السوري دائما مستقطب. صحيح، مستقطب. لأنه عنده صحيح، عنده رصيد علمي كويس. الرصيد العلمي هذا بده تدريب فتره زمنيه محدده حتى يتاقلم مباشره مع المكان اللي بده يشتغل فيه او خط الانتاج اللي بده يشتغل عليه. موضوع تاقلم الخريج مع سوق العمل، الحقيقه في جانب شخصي، يعني في طلاب بيميلوا للجانب الاكاديمي غير الجانب التطبيقي او العمل بسوق العمل. فلذلك الخريجين الكليه عندنا هون، نحن في عندنا مجالين، يا اما بنعطيه شهادته كاجازه جامعيه بيطلع سوق العمل مباشره، او فاسحين له مجال انه يتابع اكاديميا. يعني الكليه عندنا بتمنح شهادات ماجستير وشهادات دكتوراه، بامكانه اذا ما عنده ميول صناعيه، ما عنده ميول يشتغل بالقطاع الصناعي خارج الجامعه، بامكانه يبقى عندنا بالجامعه ويتابع دراسات عليا وياخذ شهاده ماجستير، ياخذ شهاده دكتوراه، ممكن يرجع لعنا كتغذيه رجعيه للكلية كعضو هيئه تدريسيه، او يساعدنا بالمخابر. يعني في خيارات واسعه. صحيح. نعم. دكتور مصطفى، خلينا نحكي عن جزئيه مهمه وهي المعرض اللي بتقوموا فيه سنويا للمشاريع التخرج، وقديش مهم فعليا هي المشاريع تناسب يمكن الواقع اللي نحن عم نعيشه، الدعم والرعايه للطلاب، لانه نحن بنعرف قديش القطاع الصناعي بحاجه لهدول الطلاب اليوم، لانه في عندنا حاجه كثير كبيره ضمن سوق العمل، وقديش بتم رعايته واستثماره اليوم، لانه نحن فعليا استضفنا خلال رحلاتنا الصباحيه عدد من الطلاب وكان لهم مشاريع مهمه والى وقع خاص على الواقع الحالي، يعني بتفيد ضمن القطاع الصناعي وفينا نقول بالمستقبل بتفيد الاقتصاد الوطني. تماما. نحن بالسنه الخامسه بدايه العام الخامس للطالب بنوجههم انه ينتقوا مشاريع التخرج، عناوين لمشاريع التخرج، ونحن بنحفز الطالب انه يكون المشروع تبعه تطبيقي، له تطبيقات بالصناعه، وعندنا كادر مؤهل لانه ينجز هيك مشاريع يعني. وبالتالي تنجز المشاريع لنهايه العام الدراسي، هلا نحن بالثامن او التاسع بعد الامتحان الفصل الثاني، يتم انتقاء المشاريع المميزه من كل الاقسام وبنحطهم بمعرض المشاريع. الحقيقه معرض المشاريع كان صله وصل قويه بين الجامعه وبين المجتمع. من المعرض الاول صار الاهتمام يزيد عام عن عام بالمشاريع اللي تنجز بالكليه، واجانا عده اطراف من غرفه الصناعه ومن قطاعات انتاجيه ثانيه يتبنوا هالمشاريع هاي، وحتصير يعني خطوه مستقبليه كخط انتاج او منتج يمكن الاستفاده منه. المشكله اللي عم نعانيها ليست في المشروع او فكره المشروع او من يتبنى المشروع، يعني في عندنا جهات عديده بتتبنى مشاريع. المشكله اللي عم نعاني منها انه طالب السنه الخامسه بينجز المشروع تبعه، بنفقده بعد شهرين ثلاثه ما عاد بنلاقيه، بضل المشروع لحاله قاعد بالكليه وبدون راعي للمشروع، اللي انجز المشروع ما نعمل لاقيه، يا اما انخرط بسوق العمل ما عاد يعطينا وقت نهائيا، او سافر خارج القطر. يعني كمان ما بتعرفي، يعني احنا ما عم نقدر نلزمه انه يتابع معنا. حاليا في خطط، في عم نفكر بمواضيع انه نقدر مشاريع التخرج هاي تتبنى، يعني يتم تبنيها من بدايه السنه الخامسه. صحيح. على اساس انه الطالب مباشره بعد انجاز المشروع تبعه يلاقي فرصه عمل عند الجهه اللي بدها تتبنى المشروع، ونقدر نلاقي له نوع من الاستقرار يتابع بالمشروع ليصير يعني على الواقع العملي منتج او خط انتاج يمكن الاستفاده منه. يمكن هي فكره جدا مهمه ونحن بحاجتها، ودائما كنا نقول انه كل جهه اليوم تجد من نفسها انه قادره انه هي تدعم الشباب، تدعم مشاريعهم وتقدم لهم الامكانيات المناسبه، فهي ربحانه لانه بالنهايه عم تاخذ عقل مبدع ومطور. نعم. وعم ناخذ خدمات يمكن برا بيبحثوا عليها لحتى يلاقوها، لهيك اهميه المؤتمرات يمكن ضمن هاي الخطه اللي عم تشتغلوا عليها. تماما. المعرض المشاريع عم يجي تتويج لاعمال طلاب السنه الخامسه، يعني طلاب دراسات الاولى.
نحن في عنا كم هائل من طلاب دراسات عليا، بحدود 600 او 800 طالب دراسات عليا بين ماجستير ودكتوراه. الابحاث التي تنجز في مجالات الدراسات العليا كمان حبينا نحن نفسح له المجال نبين الابحاث تبعنا للقطاعات الثانيه اللي ممكن انه تستفيد من الابحاث هي. فكانت فكره المؤتمرات، بالمؤتمرات ممكن انه نحن نطرح افكارنا كابحاث دراسات عليا، وايضا يمكن الاستفاده من ابحاث الدراسات العليا عم تتقدم من الجهات الاخرى، من جهات خارجيه، من الجامعات الثانيه، من فعاليات خارج الكليه. فبهالمؤتمرات هي بصير تفاعل بين الحاضرين المؤتمر، بين المحاضرين بالمؤتمرات، بنقدر نطلع على افكار جديده. هالافكار هي ممكن انه نحن نرجع نغزل الخطه الدرسيه فيها للطالب، ممكن نطور الخطه الدرسيه تبعنا، ممكن نستفيد من افكار انه نقدر نطور المخابر. فكان يعني موضوع المؤتمرات جاب نتائج. هذا اللي بدي اسالك عنه، يعني المؤتمرات قديش مهمه اليوم، المؤتمرات العلميه للاستفاده منها؟ يعني نحن عم نحكي عن تواصل، خبرات تواصل مشتركه، نعم. تواصل مشترك، قديش مهم فعليا لتطوير فينا نقول مهارات الطلاب والمختبرات، ونعرف قديش هي الكليه مهمه اليوم لسوق العمل وضمن الامكانيات الموجوده هي، يعني نقطه كثير مهمه. نحن علينا حصار اقتصادي، فحتى الامكانيات موجوده محدوده، بس الطلاب عم يقبلوا. لكن ضمن الامكانيات احنا عم نتحرك. صحيح. يعني هي الامكانيات مع تبادل خبرات للمؤتمرات العلميه المستمره، قديش فعليا بتفيد الطلاب بكليه الهندسه الميكانيكيه والكهربائيه؟ الحقيقه يعني تغير وضع الكليه بعد ما بدانا موضوع معارض مشاريع التخرج من 5 سنوات، والسنه الموسم السادس عم نحضر له كمان هلا بالشهر العاشر رح يصير. السنه الماضيه كان عندنا مؤتمر واحد في مجال الهندسه الطبيه في مؤتمر الدولي، والعام اللي نحن فيه حاليا كان في مؤتمرين، مؤتمر الهندسه الطبيه ومؤتمر الطاقات المتجدده. الحقيقه مؤتمر الطاقات المتجدده كان مؤتمر يعني ما بدي اقول لك انه على مستوى كبير كثير، ولكن جاب نتائج كثير جيده. كان في تواصل ما بين الجامعه وما بين شركات القطاع العام التي تعمل في مجال الطاقات المتجدده او تهتم بمجال الطاقات المتجدده، وزاره الكهرباء والوزارات الثانيه، وجبنا نتائج ايجابيه بهالتواصل هذا. المؤتمرات او ورشات العمل بتقدر تعطي للطالب زخم علمي كبير. صحيح. عملي بجوز ما كان هو اخذه بالكليه. يعني احنا بالمناهج صح بنحط خطه درسيه، بس بجوز ما يعني نقدر نغطي كل الثغرات الموجوده بعلم محدد. فلذلك المؤتمرات بتسد لنا هالثغرات هي، ممكن توعينا على امور نحن ما لنا مثلا اخذين الاهتمام كثير. فنحن بناخذ هالملاحظات هي، بناخذ هالفكر الافكار الجديده هي، بنرجع بنحطها بالخطه الدرسيه تبعنا، بنرجع بنحطها بمناهج المخابر، بنرجع بناخذ منها افكار ابحاث دراسات عليا نتبناها كمشاريع ماجستير ومشاريع دكتوراه، يكون في تشاركيه بيننا وبين القطاع العام او قطاعات الدولية الاخرى. اكيد يعني معلومات مهمه جدا وجهد كبير، بنتمنى هالجهد لسه يستمر اكثر ويكون عم نشوف نتاجه المثمر نحن سنويا، ونتمنى التوفيق لكل الشباب والخريجين. شكرا كثير لك. شكرا لك، شكرا للاستضافه. شكرا لك، واكيد نتمنى التوفيق لكل الطلاب، يعطيهم الف عافيه. شكرا كثير لك. شكرا.